السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة تعلمني تحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، ورحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله سوف نختبر من خلاله مشغل المقاطع الصوتية الخاص بسامسونج جالاكسي S8 الجديد على هاتفك كيفما كان، حتى وإن لم تكن تتوفر على سامسونج S8. كيف ذلك؟ تابع مع الشرح. إذن على بركة الله أعود لشرح الطريقة، وهي تعتمد على تحميلك لهذا التطبيق الذي تشاهده الآن أمامك، S8 Edge Music Player، والذي كما قلت عبارة عن قارئ المقاطع الصوتية. وكما تلاحظ فهناك عدد كبير من التقييمات الإيجابية لهذا التطبيق، مما يدل على أنه تطبيق جيد. فبعد أن تقوم بتحميله من خلال الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو كما جرت العادة، سوف تفتح التطبيق بهذا الشكل كما تلاحظ معي، Edge Player. بعد ذلك تجد الواجهة بهذا الشكل، تجد مجموعة من المقاطع الصوتية التي تتوفر عليها في هاتفك. هناك أيضا البلاي ليست أو المقاطع التي تحتفظ بها لنفسك، وهناك أشياء أخرى من خلال التطبيق التي بإمكانك أن تكتشفها. هنا بالنسبة للإعدادات، فبإمكانك التحكم مثلا في أبعاد الأيقونة الخاصة بالتطبيق والتي تظهر في شاشة الهاتف كما تلاحظ معي هنا، يمكنك التحكم بها بهذا الشكل. أيقونة تظهر في الأقصى اليمين وستشاهدها معي بعد لحظات. كذلك بإمكانك التغيير في الخلفية مثلا الخاصة بالتطبيق كما تشاهد معي في هذا المكان. هناك مجموعة من الاختيارات، وبإمكانك بطبيعة الحال أن تقوم باختيار المقطع الذي تريد أن تستمع إليه من خلال هذه الاختيارات الموجودة على هاتفك. كذلك بإمكانك أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية الرائعة والتي أعجبتني كثيرا في هذا التطبيق. كما تلاحظ بعد أن تقوم بتفعيلها في أعلى التطبيق تظهر معك هذه الثلاث نقاط في الجانب، وتظهر دائما في الهاتف. بعد أن تقوم بالنقر عليها سوف تظهر لك هذه أو هذا الشريط الجانبي، وكما تسمع معي تقوم بتشغيل المقاطع انطلاقا من هذا الاختيار. كما تلاحظ أيضا هناك واجهة رائعة كما تشاهد، يمكنك أن تقوم من خلالها بتشغيل المقاطع، أيضا تخفيض الصوت. كذلك بإمكانك البحث عن المقاطع التي تتوفر عليها من خلال هاتفك. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص هذا التطبيق. حقيقة تطبيق جميل، يمكنك كما قلت من الاعتماد على المتصفح الموجود على سامسونج S8 على هاتفك كيفما كان، فقط بتحميل التطبيق والذي ستجده أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. هذا كل ما في فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وأيضا إن كنت تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله. إلى اللقاء.